السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. الله يمسك بالنور يا سلطان، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليلة. مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير اللي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة وأبرز ما في حلقة الليلة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. تكريم الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. كانت هذه عناوينا لحلقة الليلة مشاهدينا الكرام، والبداية عند الزميل سلطان. نعم، شكرا لك يا عبد الرحمن. وفي البداية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الأول للمجلس العام لعام 2023، والذي عقد بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري صباح اليوم. شارك في الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس وأصحاب السعادة الأعضاء. واستعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2022 وتقرير متابعة المشاريع. كما اطلع المجلس على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العروض الخاصة بقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وقطاع الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية. كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. نعم، نيابة عن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قام سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. التفاصيل أوفى في التقرير التالي. نيابة عن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كرم سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وذلك في حفل أقيم بفندق الرز كارلتون. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف الحفل من الأدباء والمترجمين والباحثين. نحن اليوم نجتمع للإشادة وللاحتفال ولمجادة هذا اليوم العزيز، يوم الجائزة الأغر، لنوجه الشكر الجم الوافر لراعي هذه الجائزة الذي أسدت إلينا يداه الكريمتان، صنيعا سوف يبقى على الجديدين ذكرا طيبا محمودا يحدث عن أن هذا الرجل الذي سن لنا هذه السنة الطيبة المتبعة، وهو الشيخ والد الأمير البلاد الأغر حفظه الله. واعتمدت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الثامنة اللغة التركية لغة رئيسية ثانية بعد الإنجليزية وخمس لغات في فئات الإنجاز، فضلاً عن فئات جوائز الإنجاز في ترجمة اللغات المختارة من العربية وإليها. تقدمت بكتاب عن تاريخ فن الخط وعن مدارسه ورواده من اللغة التركية إلى العربية، وهو كتاب مهم من ناحية الترجمة. والترجمة كما تعلمون ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يذكر أن قيمة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تبلغ مليوني دولار أمريكي، وتسعى لتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه.
كما تسعى إلى تعزيز دور الترجمة في إشاعة السلام ونشر المعرفة ودور المترجمين في تقريب الثقافات. وإلى الشأن العلمي مشاهدينا الكرام، أقام مختبر العلوم والابتكار في النادي العلمي القطري ضمن مسار واحة الصناع ورشة بعنوان اصنع ساعة رقمية، حيث عمل المشاركون فيها على تجميع القطع والعناصر الإلكترونية ولحامها في اللوحة الإلكترونية تمهيدا لاختبار فعاليتها. نعم يا عبد الرحمن، والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد جمعة سعيد الهتمي، مشارك في برنامج اصنع ساعة رقمية بالنادي العلمي. هلا ومرحبا فيك. معك جمعة بن سعيد الهتمي. نعم والله. طالب في أكاديمية الماء البنين صف العاشر. مرحبا. اليوم جاي أنا أقول لكم عن برنامج صناعة الساعة الرقمية. نعم. هو برنامج يهدف يعني يعلم الشباب ما تحتوي عليه الساعة من قطع وأجهزة أيضا لوحات إلكترونية. نعم. جمعة، يعني كلمنا شوي عن ذكرت عن الساعة وهدفها، لكن الساعة بشكل عام، فكرة أنك تروح صوب هذا البرنامج تلتحق في هذا البرنامج، شلون جات الفكرة؟ جات الفكرة منذ التحاقي بالنادي سنة 2020. اهتميت بالنادي بشكل أكبر وصرت أتابع البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي عرفت عن هاي البرنامج أو هاي الدورة. جمع الحين شلون جاتك هذه الفكرة أو فكرة الالتحاق، يعني فكرة الانخراط معاهم، وليش اخترت الساعة؟ الساعة هو شيء نستخدمه احنا كل يوم، بس ما نعرف شنو مكوناته أو شنو هي الأشياء اللي يمرون فيها صانعين هذه الساعة. نعم. وإحنا ما نعرفه، شيء نجهله. قل لنا شو اللي سويته، وقل لنا عن بعض المركبات. احنا نشوف عندك هذا المجسم، وشوف بعد معاه كتيب، لو نتكلم عنه شوي. المجسم اولا البرويك، انا بالتفصيل اولا ركبنا بعض القطع. نعم. من ثم الحمناهم ب اللحام. نعم. الرصاص. نعم. وتشوف يعني بعدين قطعناهم، بعدين قسناهم ب مقياس التيار الكهربائي. ايوه، لو نفر بعد شوي هذا المجسم، بس ايوه نشوفه من الصوب الثاني. نعم. ايش المواد هذه اللي تحت، يعني اللي انت ما شاء الله عليك ركبتها، وايضا نشوف هني نفس الشاشه الرقميه فوق. هاي هي الشاشه الرقميه. نعم. هاي الطنان والليتات. نعم. وغيرها من الاجهزه اللي تساعد على الوقت. على التشغيل، ها؟ أيوة. هل هذه بالبطاريه ولا بالطاقه الشمسيه؟ لا، او الطاقه الكهربائيه. بالطاقه الكهربائيه. اي نعم، عن طريق المحول. اي. نعم. طيب جمع، ممكن واحد يسأل يقول شو الفرق هذه الساعة عن مثلا باقي الساعات الثانية؟ مثلا هذه الساعة تشتغل بالكهرباء، ما تشتغل بالبطارية أو الشارج شاحن. لا، عن طريق الكهرباء موصل توصلها، يعني تنفع داخل البيت مثلا. أي. ولا مكتب ولا تنفع. يعني لها واير ولا بدون واير؟ لها واير. أي. تحتاج يعني ما تقدر تشغلها، يعني لازم تكون السلك الكهرباء فيها 24 ساعه، يعني ما يفصل. صح. أي. طيب ممكن واحد يسال ايش فائدتها؟ يعني تعرف الوقت، يعني ما نقدر نقعد بدون نعرف اوقاتنا، يمكن عندنا احنا يوم من الايام اجتماعات او يعني مواعيد معينه. نعم. ايوه، وما نعرف الوقت، بنجهل الوقت، فبدون هذا الاختراع والابتكار احنا بنعيش طول عمرنا يعني جهل عن الوقت وضياع. نعم. زين، الحين لو نتكلم عن برنامج اصنع ساعه رقميه في النادي العلمي، وايش الهدف منه؟ هدف منه تعليم الشباب، يعني هو برنامج يعرف الشباب عن ادوات صناعه الساعه. ايوه. ومحتوياته. زين، تقريبا كم المدة تكلفك؟ كلفتنا 3 أيام. 3 أيام، ها؟ تقريبا. يومين. أوكي، كم ساعة؟ ساعة. تقريبا. 3 ساعات في اليوم. في اليوم 3 ساعات. من يمكن بعد العصر. نعم. إلين ما بعد العشاء. لو نتكلم عن 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 القطع المستخدمة، يعني إيش استخدمت بالنسبة للساعة؟ إيش القطع المستخدمة في إنتاج مثل الساعة؟ خاصة يعني أشياء دقيقة، لوحة وغيرها. اللوح الإلكتروني هو الأساس. وايضا الطنان اللي هو المنبه، وبعض الازرار، واستخدمنا ايضا الشاشه الارقام. وهل اللوح هذا جاهز ولا جبته ولا سويته انت بنفسك؟ اللوح لا جاهز، جانا من النادي. بس انت اللي قمت باللحام، ها؟ اي.
نعم انت اللي لحقت مع مساعدة المدربين. مع مساعدة المدربين. عطنا عطنا المرحلة شلون يعني مراحل التركيب وغيره وجمعة القطع كلها يعني بالتفصيل شوي. كان هذا اللوح مع القطع في بوكس وطلعناهم وخذينا هالكتيب كان فيها محتوى عن القطع وركبناهم وقمنا بتعديل بعض القطع على حسب قول المدربين من بعدها لحمناهم لازم نتأكد ان ما في اي التصاق بين القطع عشان يكون يعني تشغيلها افضل. زين الحين هل نقدر يعني نغيرها من الكهرباء الى بطاريه؟ والله هاي شيء انا للحين ما اعرفه. لين الحين ما شاء الله بعد ذهابي ممكن بعد الدوره القادمه او انا نعم. بعرف الاشياء. نعم الله يوفقكم ان شاء الله. جمعه خلينا نتكلم عن الدوره نفسها، ايش المراحل اللي مريتوا فيها من خلال هذه الدوره ومنها استفدت ودخلت وصنعت هذه الساعه الرقميه؟ اولا تم تعريفنا على الامن شو اسمه اجراءات الامن والسلامه ومن ثم تعريفنا على القطع التي سنستخدمها في تركيب هذه الساعه وبعدها ركبنا القطع وانتهينا من التركيب ومن بعدها التاكد من عمل الساعه. الحين انت عندك هوايه بالاشياء الالكترونيه والكهربائيه او عندك هواية ثانية؟ في البداية كان ما عندي هواية يعني دخلت كتجربة او يعني تجربة وش اسمها حبيت العمل يعني ايه في النادي العلمي. نعم زين نتكلم زين التحديات والصعوبات اللي تواجهك انت في النادي العلمي كمبتكر. لحد الان انا ما واجهت اي صعوبات ولكن هذه من افضل الاشياء اللي مريت فيها كصناعات و ابتكارات. نعم هل في يعني جاتك تحديات صعوبات في انتاج هذا الشيء يعني في مثلا مشكله مريت فيها توقفت عندها خلال تصنيعك لهذه الساعه؟ يمكن من اصعب الاشياء اللي انا مرت علي في تركيب هذه الساعه ان التصاق اللحام مع بعضه وترجع تفكه من جديد وتركب وتلحم مره ثانيه. يبغى له وقت يعني تركيز بحت. ايه. الله يعطيك العافيه. وتحتاج وقت علشان يثبت وتتاكد انه يعني ما تكون ايه. يعني ملتصق يكون في فتشه من بينهم. اي لازم. ايه. زين لو نتكلم الحين ان شاء الله احنا وصلنا يعني ختام هذا اللقاء طموحك المستقبلي انت الحين على قولتهم مشوار الألف ميل بدا بخطوه يعني انت الحين بلشت ان شاء الله فيها في هذه الساعه الرقميه ايش طموحك في المستقبل باذن الله؟ اطمح ان شاء الله في المستقبل ان ادخل دورات اكثر في النادي العلمي. نعم. وبمراحل متقدمه. عشان اجيبك بعدين عن الساعه اذا كانت تشتغل بطاريه ولا لا. باذن الله باذن الله الله يوفقك وان شاء الله تجينا المره الجايه وتجيب لنا مش بالبطاريه الكبيره لا البطاريه الصغيره هذه مالت الساعات. الله يعطيك الصحه والعافيه. جمعه بن سعيد الهتمي مشارك في برنامج صناعه اصنع ساعه رقميه بالنادي العلمي. الله ينفع بك البلاد والعباد والله يوفقك في الابتكارات القادمه. الله يعطيك العافيه وموفق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامج تراحيب لكن نذهب الى هذا الفاصل القصير ونعود بعد لمتابعه برنامجنا. نتوقف الآن مع فقرة أخبار محلية سريعة. توفر إدارة التوثيق بوزارة العدل خدمة توثيق توكيل رسمي خاص إلكترونيا سواء كنت فردا أو ممثلا عن شركة من خلال بوابة صك أو تطبيق صك على الجوال. شرط أن يكون السجل التجاري ساري المفعول ويتم تقديم الطلب وموافقته للأطراف إلكترونيا واعتماد الموثق ثم تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثقا من أي فرع من فروع وزارة العدل. أما في خبرنا الآخر أعلنت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الصادرات الذهاب للعالمية ويستمر استقبال الطلبات حتى 7 فبراير 2023 وذلك بالشراكة مع جامعة سنغافورة للإدارة بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير لأول مرة أو الشركات المصدرة والراغبة في توسيع نشاطها التصديري. أما في خبرنا الآخر اختتم مكتب شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية الدورة التدريبية
لتعليم أساسيات لغة الإشارة للمبتدئين، والتي تهدف إلى تأهيل عدد من منتسبي إدارة وزارة الداخلية للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية واكتساب مهارات جديدة تساهم في تعزيز آليات التواصل مع الجمهور من نفس الفئة. هذه الأخبار اللي عندنا، وعندك الكلمة عبد الرحمن. شكرا يا سلطان. مشاهدينا الكرام، تتواصل سلسلة محاضرات الحي الثقافي كتارة حول الدبلوماسية والوساطة ووساطة الدولة في حل المنازعات، نتابع. في إطار خطتها التدريبية للدبلوماسية العامة، نظمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة محاضرة تتمحور حول الدبلوماسية الإنسانية، ألقاها الدكتور عايض القحطاني الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية. حقيقة الدبلوماسية الإنسانية في مفهومها هي عبارة عن أدوات لحماية المستضعفين في كل مكان. الدبلوماسية الإنسانية يعني تسعى لإقناع أصحاب القرار والرأي العام للمحافظة على المستضعفين في مناطق الكوارث، في مناطق الحروب، في توفير الإغاثة العاجلة لهم والتنمية المستدامة من خلال برامج ووسائل وأسلوب حياة لهم في هذا الجانب. لذلك مفهوم الدبلوماسية الإنسانية نشأ حديثا ويحتاج إلى نوع من دراسته وتعميق الدراسة فيه بشكل أو بآخر، وإيجاده على أرض الواقع لرعاية المحتاجين والمحافظة على المحتاجين وحماية المحتاجين والمستضعفين في شتى البلدان المتضررة. وتأتي هذه المحاضرة لتعزيز الجهود التي تطلع بها كتارة في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتتويجا لمبادراتها الإبداعية الخلاقة في توطيد التعاون الثقافي بين الدول وبناء جسور التواصل بين الشعوب، كما تعزز مكانة كتارة ملتقا لثقافات العالم وواحة للتواصل الحضري بين الشعوب. نعم مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، في إطار تشجيع المصورين وتطوير مهارتهم، نظم مركز قطر للتصوير الضوئي التابع لوزارة الثقافة دورة بعنوان تصوير البانوراما 360 درجة في المركز بكتارة، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. نظم مركز قطر للتصوير التابع لوزارة الثقافة دورة تصوير البانوراما 360 درجة، وذلك بمقر المركز في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. تخلل الدورة التي قدمها المدرب شادي نصري شرح نظري وتطبيق عملي لتعديل الصور، واستمرت 3 أيام من 27 إلى 29 من يناير الجاري. الورشة راح تكون هي ورشة تصوير المناظر الطبيعية 360 درجة، يعني رح نصور كل شيء موجود حوالينا بالورشة عشان بعدين نعدل ونظبط التكوين على كيفنا. الورشة الحمد لله يمكن أول مرة بتنعمل بقطر الورشة 360 درجة بانوراما، وما شاء الله الإقبال كان تقريبا الورشة كلها محجوزة، حوالي 17 شخص رح يكونوا معنا موجودين بالورشة. رح يكون في عنا اليوم قسم نظري، بكرة رح يكون قسم عملي، وبعد بكرة المعالجة كيف نعالج صور تصوير البانوراما 360 درجة. وتأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية المركز الهادفة لتشجيع المصورين ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال التصوير الضوئي. مشاهدينا الكرام، تنشط في الوقت الحالي حركة الإنتاج الزراعي المحلي من قبل المزارع الوطنية، حيث تعمل على إنتاج مختلف أنواع المنتجات المحلية من الخضروات والفواكه والعسل والتمور والكنار، حيث تشهد المعارض الزراعية المقامة حاليا مشاركة حافلة من المزارع المحلية بغرض تسويق المنتج المحلي وجذب مزيد من الجمهور. نعم يا عبد الرحمن، والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد يوسف الطاهر صاحب إحدى المزارع المحلية. يا هلا ومرحبا فيك بعد العزيز. أهلا بكم، وتشرفنا باللقاء هذا لإبراز المنتج المحلي، ومثل ما تفضل أخونا أبو حمد على يعني الآن بروز الإنتاج من ناحية
الخضار والفواكه والعسل وغيره من الإنتاج. نعم. زين، خلنا نتكلم في البداية عن الإنتاج الزراعي. طبعا ما يخفي الجميع، الحمد لله يعني اليوم أصبحت قطر منار في كل لون وفي كل فن وفي كل منتج. ويعني بدأنا منذ سنوات وإحنا نجني ثمار، وبدعم سيدي سمو الأمير، سمو الأمير الوالد، سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، نائب سمو الأمير، معالي رئيس الوزراء، وزراء بأجمع بدون استثناء وبدون يعني تخصيص، الكل مشارك في إبراز المنتج المحلي، كما الآن إحنا نبرز وأنتم كشباب قطريين تبرزون في الإعلام، كانوا في فترة من الفترات الإعلام مخفي عن وجود مثلكم أنتم، واليوم الحمد لله اليوم يعني الإنتاج المحلي بدأ يأخذ مكانه في الأسواق، وبدأ يأخذ مكانه في الجمعيات وفي كل المحلات، والحمد لله مزارع قطر اليوم تشهد يعني إنتاج ما شاء الله تبارك الله بالأطنان، يوميا تورد إلى شركة محاصيل وإلى شركة وإلى السوق المركزي وإلى جميع منافذ البيع. من ركزت الدولة وركزت الوزارة على 5 منتجات الأساسية، الأساسية اللي هي الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل بنوعيه وغيره من الإنتاج. وإحنا الحمد لله في مزارعنا ننتج، وفي كل مزارع، كل إن كنت تكلمت عن مزرعتي أو تكلمت عن المزارع كشمول، هي الإنتاج هو الإنتاج تقريبا نفسه. والرقعة الزراعية الحمد لله اليوم يعني قاعد تشهد توسع أكثر وأكثر في إنتاج الخضار، في إنتاج اليوم الفاكهة، حتى التمور تسمى من الفاكهة. اليوم كان يعني في فترة من الفترات ما كان، اليوم هذا الكنار اللي احنا قاعدين نشوفه قدامكم أول كان يستورد من خارج الدولة، واليوم الحمد لله قاعد يوزع، والوزارة مشكورة بدت في عمل المهرجانات إن كانت في ساحة المزروعة، وإن كان غدا أو يوم الأربعاء رايح يكون في قطر خضراء، يوجد مهرجان من الساعة 4 العصر حتى الساعة 9 من الليل لعرض منتج الكنار اللي الآن يبدأ موسمه، ومنتج العسل ومنتج التمور. نعم ما شاء الله. فهذه كلها مشاركات من الوزارة بحيث تبرز المنتج المحلي، وخصوصا اليوم هذه تعتبر فاكهة. يعني في فترة الكنار كنا نعتبره موسمي نستأنس فيه منها حتى ننتج العسل، اليوم لا، بدأ ياخذ جوه وياخذ مكانته ويصير له اقبال ويصير ناس يتعلونه بعد. نعم يعني بالحقيقه يعني الحمد لله. حتى انا كنت في لجنه من لجان الوزاره، لجنه شؤون المزارعين، يبون يعتمدون ان هذه من الفواكه القطريه. جميل فعلا. فعلا يعني تستحق ان نبرزها ونبرز المنتج المحلي. نعم ابو عبد العزيز، تكلمت بشرح وافي عن دور المزارع في طعم، اكيد يعني دعم الامن الغذائي بشكل عام، وهذا توجه للدولة موجود من سنوات. نتكلم الانتاج هذا العام او هذا الموسم، هل كان ضمن التوقعات؟ هل كان انتاج غزير او لا، حسب يعني رؤيتك وحسب يعني مزرعتك اللي موجوده فيها، وايضا حسب نظرتك للسوق؟ والله اخوي العزيز ابو حمد والحاضرين كلكم، يعني الحمد لله احنا عندنا انتاج من ما يعني ايش اقول لك، حسب الخطه الزراعيه وحسب البرنامج، احنا كل سنه نعمل خطط زراعيه لحاجه الاسواق والطلب المتزايد على الاسواق من ناحيه الانتاج في المنتجات الاساسيه اللي انا ذكرتها الخمسه وغيرها من الورقيات والى اخره. انا اتوقع ان يعني في فائض في السوق، وموجود موجود موجود، حتى ان يعني من الانتاج المستورد المستورد قل الاستيراد لوجود كميات، مع التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البلدية لعمل بالانس، لعمل توازن لعملية التسويق، او عملية ان هناك موجود منتجات من الخضار من الـ 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 الأساسية في الأمن الغذائي. والحمد لله أنتم شاهدتوا يعني خلال فترة كأس العالم
وخلال السنة هذه بالذات اللي كانت الناس يعني شبيهة أنها بتتخوف، لكن الحمد لله كانت الإدارة واعية، وكانت الوزارات والوزراء وعلى رأسهم سيدي سمو الأمير عملوا تأمينات لكل كل المنتجات، وهذا دليل على أن المنتج المحلي لقى صداه ووجد مكانه ووجد قبول، والحمد لله حسب الخطة الآن في رقعة زراعية رايحة تتم، ويمكن تكلموا عنها وسائل الإعلام كلها. نعم. في أنها رايحة تكبر الرقعة الزراعية لتقليل من المستورد، ويتم تثبيت المنتج المحلي لدى المستهلك ولدى المنافذ البيع. زين أبو عبد العزيز، يعني نقدر نقول أن الإنتاج الزراعي المحلي هاي السنة كان في مستوى التوقعات أو أعلى من مستوى التوقعات؟ والله أنا أقول يعني في عدة، لو قلنا إحنا في مستوى التوقعات أو أكثر أكيد رايح يكون نسبيا أكثر. نعم. أكيد رايح يكون نسبيا أكثر أكيد. لأن المساس موجود من ناحية إن في أول حاجة الأسعار في متناول الجميع الحمد لله، وما في غلاء في المنتجات المحلية. نعم. إحنا كأصحاب مزارع نقول نتمنى إن الأسعار تزين. ليش؟ لأن يعني حتى تستمر المزارع أكثر وأكثر، وحتى تستمر الناس الذي ما عندها الرغبة أو عندها تفكير إن ما تزرع تقوم تزرع زيادة ويزيد الأمن الغذائي. أيضا السعر يعتمد على جودة المنتج، يعني في ناس يزرعونها بطريقة معينة تيك الفاكهة لذيذة، في ناس ما تتعب على الفاكهة تيك يعني بطعمها، لكن ما تيب يعني بطعمها لذيذ نفس المزرعة الثانية. نعم أنا أقول شوف هناك في ظروف تجبر عليها. نعم. يعني الظروف المناخية. نعم. الأمطار، ساعات يصيدك فيروسات. نعم. فالمقاومة في أرض تقبل أو في نبتة أو في بعض الأمور تقدر أنك أنت تقاوم الفيروس، مثل الإنسان، النبتة مثل الإنسان. نعم. بعضها تقدر أنك أنت تقاوم وبعضها ما تقدر تقاومها، يصيبها وباء. فيعني كثير المزارع أقرب واحد إلى الله، وكلكم قريبين إلى الله عز وجل. ليش؟ يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ دائما يصبح المزارع أول ما يصبح يقول يا الله. يعني يقول يا رب سلم، لأن الظروف اللي صحيح. أنت محيطة بك فعلا فيها تغيرات في 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 كل لحظة. مرة هواء ومرة مطر ومرة حرارة ومرة كذا، لكن أو بيئة لا سمح الله للنباتات. يعني إحنا حتى عندنا الأرض الزراعية، إذا زرعنا اليوم مثلا القرع أو زرعنا الكوسة ما نزرعها مرة ثانية، لأن لابد أن تغيير، لأن فيها فيروسات تتكون في هذه النبتة وفي هذه الشتلة ما تتكون في غيرها. نزرع الفاصوليا عشان تعطي قوة، نزرع الذرة عشان تزيد مناعة الأرض. يعني شغل المزارع أو شغل المزارع ما هي بالسهلة. صحيح. ولا هي بمرور الكرام أنك أنت تزرع، وراح نتكلم عنها أبو عبد العزيز، يعني أهم التحديات، وأيضا عندنا لكن نتكلم أيضا بعد الفاصل عن الجهات المشاركة والمساهمة. نعم. في تحفيز الإنتاج الزراعي، لكن مشاهدنا الكرام فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة الحوار. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع ضيفنا في الاستديو السيد يوسف الطاهر صاحب احدى المزارع المحليه، والحديث عن الانتاج الزراعي المحلي. مرحبا بكم من جديد ابو عبد العزيز. كنا نتكلم قبل الفاصل عن ابرز التحديات اللي تواجه المزارع. نعم. لكن راح نجيها، لكن نتكلم اول شيء عن الجهات. ذكرت في بدايه الفقره في جهات يعني مساهمه دائما في مختلف الانتاج الزراعي المحلي، منها غير طبعا انتاج الخضروات، وفي ايضا توجه للكنار، العسل، التمور. كلمنا عن دور هذه المؤسسات والوزارات في دعم المزارع المحليه لانتاج مثل هذه الفواكه. اخي العزيز ابو حمد، يعني اول حاجه الجهات مشتركه ما بين وزاره البلديه، ما بين بعض مثل سوق واقف، مثل كتاره، يعني مثل بعض المواقع اللي سوتها المنافذ، مثل شركه وزاره البلديه في المزروعه، الوكره، وغيرها من هذه الاماكن
لإبراز المنتج المحلي، وهذا يعني دور مشكورين عليه ودور يعني للمساهمة في كمؤسسات لإبراز المنتج. اليوم أول من كان يعرف مثلا مسألة الكنار أو مسألة أن دولة قطر تنتج من العسل أو تنتج من التمور؟ الحمد لله فضل من الله عز وجل، أنا عندي 1200 نخلة، وهذه السنة وردنا من التمور قرابة 25 طن لشركة نافكو اللي هي شركة المدعومة من وزارة البلدية ووزارة التجارة لشراء محاصيل الإنتاج من التمور اللي تقوم فيه الدولة. فهذا هذا هذا دور إيجابي مشترك، مساهمة منهم لدعم الإنتاج. كان أنا الحمد لله فضل من الله بدون دعاية لنفسي أو لمزرعتي كانت من السنة الرابعة والسنة الخامسة أخذ الأول في الإنتاج، ويصنفون التمور اللي أنا وردها. أنت متخصص في عبد العزيز، الله يعطيك الصحة والعافية، أنت ما شاء الله يعني حتى في المعرض لما أجي عندك أشوف الرف يخلص بسرعة لأن الإنتاج متعوب عليه. والله بفضل من الله عز وجل، يعني أنا جاوني جماعة من الكويت يوم الجمعة كانوا موجودين عندي ضيوف قرابة 20 واحد. نعم. ما توقعوا عندهم مزارع في الكويت كذلك. نعم. ما توقعوا أن هذا الإنتاج وهذه الأنواع موجودة عندنا في قطر، يعني من الخضري من الأنواع اللي أنا تمرتها. الخسراوي، أم رحيم، طبعا اولا واخيرا الخلاص اللي هو سيد التمور عندنا واللي مقبول، والعنبره قال والله هذه كانها تمره المدينه. يعني رويتهم وعرضت عليهم تقريبا قرابه 12 نوع من انواع التمور اللي موجود عندنا. نعم. من الشهل، من الخنيزي، من التمور انا اقول، واللي محافظين على مستواه لحد الان. نعم. في تخزينه بطريقه فنيه ادت الى ان هذا يكون مخزون استراتيجي لنا احنا كشخصيا. وانا ما احب اكل اي تمره الا تمرتي اللي انا مسويها واللي انا كابسها كبسها اليدوي، وحتى اللي كبسناها في مكابس الدوله، في مكابس نافكو، شركه نافكو دون دعايه لهم، يعني في البدايه سبحان الله يعني تعلمت منها. أول حاجة كان المكبس أو المكبوس يعطيك اللون الأسود لأنه توه. صحيح. بعد فترة لقيت أنه عطى لون الأشهب والأشقر. فاستغربت أنا، ما هالسنة ما كبست كبس يعني المكن اللي إحنا نقول عنه المسحوب الهواء. نعم. وتحسفت أني أنا ما كبست لأني خفت أني أكبس ويتغير لونه وإنه كذا كذا كثير. نعم. لكن هو يبي له ترتيب ويبي له تنظيم ويبي له طريقة في التخزين حتى يعطيك الشجار اللي أنت تبغيه. نعم. وعرضتها أنا بعد كذلك على وزارة البلدية في اللجنة الأسبوع اللي فات، وقلت لهم شوفوا الحمد لله فضل من الله عز وجل إن التمرة اللي إحنا ننقحها وإحنا نصفيها أي منتج يطلع لك منه أصناف أو جريد A درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة أي منتج يعني. نعم. ما صحيح. في منتج في الدولة أو أي صناعة أو أي زراعة إلا أنه يطلع لك متعدد. فالحمد لله يوم أنا اشتغلت عليه وصنفته واشتغلت، يعني عمالة تأخذ عمالة، تصنيف أول تصنيف ثاني وتصنيف ثالث، خليت لنفسي أنا شخصيا في المزرعة عندي للاستهلاك المحلي وللإهداء قرابة الطن ونص، وتوفقت فيه الحمد لله. زين أبو عبد العزيز، السنة اللهم لك الحمد مطار وخير الحمد لله، هل أفادك هل إيجابا أو سلبا؟ يعني هو دائما مطر خير. والله أكيد خير. شوف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من المياه طبعا أكيد خير، لأنه هو العنصر الأساسي. نعم. وهذا للدولة ولجميع الكيانات. تمام. ولكن طبعا المزارع احنا ما يخفيك ان احنا ارضنا ارض جيريه، ارض ملحيه، يعني فيها نسبه من الملوحه نسبه كبيره. نعم. واذا المزارع غمرت في المياه يعني مثل الانسان اذا غرق وش بيسوي فيه؟ يعني بيطفح ما فيه. صح. فالنباتات اللي هي نقول السطحيه مو بالعنقوديه ولا اللي هي مثل الاشجار تاثر، لأن إذا طفح الماء عليها وزاد عليها المطر
يبي لها تصريف ويبي لها منافذ، واشتغلنا على منافذ حتى يكون الاسلوب. بعض الأراضي عندي أنا ما فيها اسلوب مهما عملت، فبعض المزارع يتم الماء المطر راكد فيها، طبعا المنتج رايح يخرب وتجي لك فيروسات وتجيب لك فطريات وغيره من هذا القبيل. لكن يعني احنا نقول المطر خير خير خير، وندعو الله ان اللهم زد وبارك من هذه الامطار علينا، وتصفي قلوبنا وتصفي البلاد وتصفي العباد وتصفي الاراضي، وتخلي المخزون الاستراتيجي بغض النظر عن الاضرار اللي تصيب المزارع او بعض الانتاج. والدوله الحمد لله مو مقصره، وان شاء الله ما تقصر، دائما يدها سباقه ودائما يدها عطاءه، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم ابو عبد العزيز، يمكن احنا وصلنا ختام الفقره، يعني بشكل عاجل ابرز تحديات اللي تواجهون الانتاج الزراعي المحلي خاصه يعني في قطر. احنا ان شاء الله نقول نتمنى من الله ثم من المسؤولين يعني ان يعملوا استراتيجيه اكثر واكثر في دعم المنتج المحلي. شو اللي تواجهونه؟ شو اللي تواجهونه انتم كمزارع محليه؟ يعني كل عمل له تحديات اكيد، ابرزها تسويق. التسويق احنا يعني ساعيين الى وجود تسعيره شوية تناسب لاستمرارية الإنتاج، وإن شاء الله الوزارات مش مقصرة والهيئات مش مقصرة في تلبية يعني التحديات اللي أنت ذكرتها للمزارعين لاستمرارية الإنتاج الزراعي، ولإثبات أن المنتج الزراعي المحلي قادر على المشاركة في الاكتفاء الغذائي. ولا ننسى ايضا توسيع الرقعة الخضراء، يعني الرقعة الزراعية. فالله يعطيك العافية، كل الشكر للسيد يوسف الطاهر صاحب احدى المزارع المحلية، بيض الله وجهك على تواجدك معنا. كان ودي اتكلم عن العسل لكن ان شاء الله في لقاءات ثانية ان شاء الله. موفق ان شاء الله يا ابو عبد العزيز، بيض الله وجهك. يا الله يعطيك الصحة. هو العسل كنا بنتكلم بعد عن اللوز، تدري مقرب موسم الصيف. شكرا. انا بغيت اتكلم بعد ايش، انه سبحان الله قطر لها مواسمها، يعني أو الكنار، بعد الكنار يجيك البمبر، مع البمبر يجيك مثلا الاسبار، بعد واللوز. التوت الباكستاني والتوت البري، بعدها يجيك مثلا اللوز، مع يعني سبحان الله، الاشياء دائما متلاحقه ومتابعه. لقاءات ان شاء الله باذن الله يا ابو عبد العزيز. الله يذكر لك يا ابو عبد العزيز. اعزائي المشاهدين، والى موضوع اخر، نظمت غرفه قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنميه ومكتب الترقيم القطري ورشه عمل للتعريف بنظام المعايير العالميه واهميتها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطريه. تابع التقرير. احتضنت غرفة قطر ورشة عمل حول التعريف بالمعايير العالمية لترقيم GS1 ونظام المعايير العالمية GS1 سيستم والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الأعمال للشركات القطرية. الورشة تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم القطري. GS1 هي منظمة غير هادفة للربح تقوم بتطوير والحفاظ على المعايير العالمية للاتصالات التجارية. أشهر هذه المعايير هو الباركود، وعبارة عن رمز مطبوع على المنتجات يتم مسحه إلكترونياً. تم تصميم معايير GS1 لتحسين كفاءة وسلامة ووضوح سلاسل التوريد عبر القنوات الرقمية في 25 قطاع تقريبا. وطبعا الهدف الأسمى هو خلق لغة تجارية موحدة في الداخل والخارج. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد حصلت على رمز التتبع العالمي 630 لضمان تعريف فريد ومميز يتيح إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج، ما يسهم في زيادة الصادرات والالتزام بالمتطلبات الدولية. مشاهدينا الكرام، إلى أخبار من العالم، حيث أظهرت لقطات مصورة قمة جبل شمس الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية في سلطنة عمان، مغطاة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج بكثافة. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على جبل شمس، وهو أعلى جبل في عمان. يذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. نعم عبد الرحمن،
نعم عبد الرحمن إلى البرازيل. نعم. من عمان إلى البرازيل مع المغامر رافائيل بريدي الذي حطم الرقم القياسي يمشي على ارتفاع 510 أمتار بين ناطحتي سحاب في ساو باولو على ارتفاع 114 متر، وهو أطول معبر تم تسجيله على الإطلاق في منطقة حضرية في الغارة الأمريكية. بريدي لديه رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو تخصص يتكون من الموازنة على سلك مثبت عند نقطتين على ارتفاع تزيد عن 10 أمتار. أنا أغبطة صراحة، يعني أحب دائما المرتفعات والأكشن، يعني في هذه المرتفعات الأكشن الأدرينالين لازم نجرب أنا وأنت إن شاء الله. أبشر. مشاهدينا الكرام، إلى جنوب أفريقيا حيث تتحول رياضة ركوب الأمواج إلى رياضة خضراء، نشاهد. منذ ساعات الفجر الأولى يركب مئات الأشخاص أمواج المحيط الأطلسي العالية قبالة شواطئ كيب تاون لممارسة رياضتهم المفضلة، ويتميز بعضهم باستخدام ألواح خشبية. زادت الألواح الخشبية من شغفي في ركوب الأمواج لأنها تمدني بشعور مختلف، وبالنسبة لهذه الرياضة الإحساس أمر أساسي. Yeah. You know, surfing's all about the feel. بدأ الصحفي السابق باتريك بيرنات الشغوف بركوب الأمواج عمله في إنتاج ألواح خضراء منذ أكثر من 10 سنوات، مدفوعا بقلق شخصي من تأثير المادة الأولية التي تدخل في صناعة هذه الألواح التقليدية على الطبيعة، وهي البوليوريثان. لكنه يقر أن ألواحه لا تستحق بعد أن تصنف مراعية للبيئة. Whatever you make, there's a footprint, and ثمة بصمة خاصة في كل شيء تفعله، وسيكون هناك دائما أمر ما مضر للبيئة. من الأفضل أن نكون صريحين وأقول إنني أستعمل الغراء الصناعي المضر للبيئة الذي أرغب في استبداله، ولكن البديل غير متوفر حتى الساعة. وفي مشغله الصغير القريب من كيب تاون يقوم بيرنات بتصنيع الألواح الخشبية بنفسه، وهو يستخدم خشب أرز ياباني مصدره مزارع جنوب إفريقية مراعية للبيئة، ويحتاج إلى حوالي 60 ساعة من العمل والنحت لإنتاج لوح صالح لركوب الأمواج. وفيما قد يصل سعر اللوح إلى حوالي 1700 يورو، باع بيرنات حتى اليوم حوالي 800 منها داخل البلاد وخارجها. نعم مشاهدينا، مع هذا التقرير وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ترحيب. نشوفكم القابلة بإذن الله، فما الله، مع السلامة.